الحاجات اللي انت تشوف ان منتخب مصر لازم ياخد باله منها في الماتش بتاع المغرب، سواء عيوب لمنتخب مصر محتاجين نركز عليها عشان نصلحها، او نقاط قوة لمنتخب المغرب. اختار واحدة من الاثنين وناخد التانية. طيب هتكلم على نقطتين، واحدة ملهاش علاقة بالنواحي الفنية خالص، وواحدة في الفنيات. اللي ملهاش علاقة بالفنيات خالص، الشعب المصري زي ما كان بيطالب منتخب مصر ان احنا محتاجين نشوف 11 مقاتل، وده اللي شفناه النهاردة. محتاجين نحافظ على نفس الروح والقتال والإصرار على المكسب اللي شفناهم النهاردة قدام منتخب المغرب بإذن الله في دور الثمانية. ادي اول نقطة ملهاش علاقة بفنيات. تاني نقطة ليها علاقة بالفنيات، زي ما النهاردة كنا مثلا بنتكلم على فتوح، انه لا ده يا جماعه مين اللي قال ان فتوح باك ليفت هجومي بس، ده ما شاء الله واقف على رجله كمان دفاعيا. يعني اللي انا عايز اقوله لك، اكتشفنا مهاره جديده عند فتوح وهي مهاره الدفاع القوي. البطوله دي بينت لنا حاجه في منتخب المغرب، ان هم اكتسبوا واحد اسمه اشرف حكيمي ممكن يخلص لك مباراه من فاول من بعيد جدا. مره حاطط فاول زي ما الكتاب بيقول في الزاويه البعيده، وامبارح حاطط فاول زي ما الكتاب بيقول في الزاويه الضيقه. فاذا لازم نبدا نقلل الفاولات، مش عاوز اقول اللي على حدود ال 18، اللي اول لما تبدا تنقل منتخب المغرب ينقل ويتخطى من بالظبط. ما هو الملعب بيتقسم 3 3 زيزو، لو احنا بندافع كده التلت الهجومي بتاعنا، وبعدين تلت نص الملعب، وبعد كده التلت الدفاعي بتاعنا. اول لما منتخب المغرب يعدي التلت نص الملعب ويبدا يدخل التلت الدفاعي بتاعنا، ممنوع الفاولات حتى لو متطرفه، لان الراجل في الفاول الاولاني حطه ولا رونالدينيو في انجلترا. الناس كلها مستنيه العرضيه، اما هو قايل لهم طب خدوا اهي في الزاويه البعيده. طبعا اكيد عارف ان حراس المرمى بتوعنا سواء ابو جبل لو وقف او الشناوي لو لحق يخف ان شاء الله ويلعب، على قدر في المستوى اعلى بكتير من الحراس اللي دخلت فيهم فاولات اشرف حكيمي، لكن برضو اشرف حكيمي بيحطها بصوره رائعه. ماشي، يبقى واحد اشرف حكيمي الروح والقتال، يعني قصدي تاني اشرف حكيمي يعني الفاولات اللي على 18. احنا هناخدها كده. ايه الحاجات اللي منتخب المغرب مميز فيها وقوي فيها وعجبك وانت شايف ان احنا لازم ناخد بالنا منها؟ رقم واحد اشرف حكيمي. ايه رقم اتنين؟ في النواحي ممكن يكون مثلا سفيان بوفال، انه الراجل بينزل يغير دايما الماتشات او يعني دي حقيقه برضو لعيب عامل تاثير جامد. طبعا سفيان بوفال طبعا لعيب بيقدر يغير من شكل المنتخب المغربي، لكن برضو ما تقدرش يوسف نصيري. يوسف نصيري يا زيزو لو تفتكر، هو ده اللي احنا برضو بنتكلم عليه، ان هنا دور النقد الايجابي. يوسف نصيري الشعب المغربي، الاعلام المغربي، كل الناس انتقدته، قالت له انت راجل ما بتضيفش حاجه للمنتخب المغربي. تتفرج عليه في مباراه امبارح، الراجل بيلعب بايده واسنانه عشان يرد على الناس ويثبت لهم ان انا لعيب بضيف لمنتخب المغرب. فدي نقطة برضو لازم نخلي بالنا منها. يوسف نصيري بيتحرك كويس جدا جدا، كان بيعيبه شوية الفينش الأخير على الجول، بيتحرك كويس يعمل مجهود كبير جدا ويرهق المدافعين، لكن دي كانت بتيجي على حساب الفينش الأخير بتاعه. في مباراة امبارح ظبط شوية الموضوع ده. حلو، يبقى احنا كده اتكلمنا على أكتر من لعيب، على أكتر من حاجة. ناقص بس الحاجة الأخيرة برضو اللي أخد رأيك فيها، المغرب مختلفة. أوكي.